على الغالب لا يستثني قائد طائرة النظام حيا دون آخر في سوريا حين يرمي براميله فوق أهلها. أكبر. الله أكبر. في حلب تستهدف الطائرة غالبا الأحياء المكتظة بالسكان لتصبح خاوية على عروشها بعد أن يهجرها سكانها من شدة القصف. أحد هذه الأحياء هو حي السكري القابع جنوب مدينة حلب. ظل هذا الحي بعيدا عن القصف في الفترات الماضية، لكنه عانى انقطاع الكهرباء طيلة السنتين الماضيتين ما تسبب في صعوبة العيش، لكن على الرغم من ذلك لم يغادر أهالي الحي منازلهم حتى باغتتهم براميل النظام في الآونة الأخيرة لتحيل حياتهم ركاما على ركام وينتشر غبار الدمار بين زوايا هذا الحي الذي كان في وقت ما صاخبا. هذا الرجل المسن بكل تجاعيد وجهه المضيئة أبى أن يترك حارته دون ماء أنيس، بل بلغ به الوفاء أن بدأ بيديه المتعبتان حملة تنظيف لشوارع جيرانه وأصدقائه كما قال، ويرسم قصة أمل بيضاء لحلب ويذكر الجميع أن هذه المدينة تشيب لكنها لا تموت. إيش عم تعمل هون؟ بكنس الحارة. الله يعطيك العافية. طيب ليش عم تعمل هيك؟ لله بالله وجيراني ولا جماعتي والشباب وكمان جيراني ويكيب تحكي في غيابي تقول الله كنس قدام حوش وما سخ يضرب النظر قدام الحوش. باتت حلب إذن بكامل تفاصيلها مثل حي السكري تصحو على دمار تمحوه أنفاس أناس يشقون طريقهم للحفاظ على ما تبقى منها. فمنذ أكثر من سنة لم تشرق الشمس بهدوء على أزقة الشهباء ليصبح كل حي من أحيائها شاهدا على الهمجية التي لم يسبق لها مثيل في كل من مر على هذه الأرض.